وحلت كل النقاط بما فيها صندوق الاسكان بالضبط وصندوق التكافل والسلام العام وجدول التشكيله كويس وفق الانظمه والقوانين بالدوله الاردنيه كلها. صندوق الادخار الحكومه بعثته للموظفين للاطلاع مش للبلديات بكتاب لاطلاع الموظفين كويس واستقبال اقتراحاتهم وتوافق اذا البلديات انه تدفع البلديات 3% زائد اللي تطعم 2 ل 3% مشان اكون دقيق لانه هذا بده قرار مجلس الوزراء. نعم. 2 ل 3% من موازنه البلديه من صندوقها يعني مقابل اللي بدفعه الموظف. وايضا عطله السبت غير ممكنه لانه اغلب الخدمات البلديه تقدم السبت. كويس؟ واذا ارتاحوا الموظفين انهم بدهم دوام زياده ساعة ما عندي مانع وبدخل براتبهم وبتقاعدهم. احنا معاكم شو ذا؟ ذا الاشكاليات وانا ما شفتش مطلب من المطالب مش محلول وما اراه وقول على لساني هو محاولة للتصعيد بدون تحاور وبدون حوار لقضايا شخصية ومعارك سياسية والنقابة الاتحاد النقابات المستقلة غير شرعي وغير موجود. غير موجود. ذا الشيء يا اخوان لا خلص. ظل في اشكاليات معينه داخل الجواب. انا بكره عندي مجلس وزراء. انا دري عليهم. عندي مجلس وزراء بكره ساعه نص ربع ساعه زار. احنا بدنا نسمع منك. ما عليك انت الحين وشوف يا اخوان كم موظفين ما بدنا نقول لا ترفع سلجان ولا ترفع سلجان. لا لا احسن من كم موظفين يحط الرؤيه تحت اللي حكيت لنا معالي سيدي ما ناس ضل ما ضل بس الرساله من خلالهم هم بوسط الناحيه حياتهم يردوا لي خبر انا بحكي معك بعرف رقم بعرف رقم بحكي معك انا لا بس بدي جواب اليوم انا اذا النقابه المستقله او اتحاد النقابات مثل شو هي الغير مسجله والتي لا استطيع ان اتفاوض معها كحكومه رسميه اتفاوض مع موظفين بلدي كلامك انت رسميا ما بتفاوض مع نقابه غير مسجله بس اذا بتردوا لي خبر على المطالب اللي اتفقنا عليها انتم بتعرفوا انه 5 منهم محققات في مطلبين صندوق الادخار انا ما عندي مانع بكره عندي استعداد بكره اعرضه على مجلس الوزراء بس بدي جواب عليه ان شاء الله.